رأي واحد من كبار الدكاترة طبعا، الدكتور محمد المهدي أستاذ طب النفسي بجامعة الأزهر. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بيك. والله فرصة سعيدة جدا أنا بسمع صوت حضرتك، كنت أتمنى تكون موجود معنا، بس يعني بشكرك طبعا على التواصل معنا في سادسة. أنا الأسعد، ربنا يبارك. أهلا بحضرتك. يعني الطب النفسي والحقيقة يمكن التجارب اللي قدام عينينا واللي شفناها على مدار السنوات الأخيرة بقى جزء أصيل جدا في المنافسات الرياضية، والنهاردة بقينا بنشوف عدد كبير من الفرق الحقيقة بتستعين بأطباء نفسيين عشان تبقى موجودة مع الفرق من أجل الإعداد النفسي قبل دخول في مشاركة رياضية أو في بطولة معينة. ياريت نتكلم على دور الطب النفسي، لو حضرتك تشرح لنا إيه هو دور الطب النفسي مع المنافسات الرياضية ومع الفرق الرياضية بداية. هو في تخصص اسمه الطب النفسي الرياضي، وده بيبقى الأشخاص اللي شغالين فيه بيبقوا متعمقين في نفسية اللاعب، نفسية الفريق، وازاي هيتأثر في اللعب، وازاي هيأثر ده في علاقات اللعيبة ببعض وعلاقتهم بالجهاز الفني والجهاز الإداري وعلاقة الجهاز الإداري والفني بيهم، بحيث انه كأنه مايسترو بيظبط إيقاع العلاقات ويظبط إيقاع الأداء. ليه؟ لأنه المسابقات الرياضية أو المنافسات الرياضية بتبقى دائما بتتم تحت ضغط نفسي كبير جدا، يعني ما فيش منافسه رياضيه كده على البطولات هتبقى والناس اعصابها هاديه، لازم تبقى الاعصاب مشدوده. ف يعني ناس بتتحمل هذا الضغط النفسي من اللعيبه او الجهاز الاداري والفني، وفي ناس بيبقوا يعني بيتاثروا بسرعه وعندهم حساسيه زايده. وفي يعني يمكن لعيبه مشهورين جدا بيبقوا المهارات الرياضيه بتاعتهم عالية للغاية وحذيفة بشكل يعني ما مبهر، ولكن للأسف الشديد بتبقى الحالة النفسية بتاعتهم متقلبة، انفعالاتهم زايدة، يمكن يتهور في الملعب، يمكن يتهور في التعامل مع الحكم، يمكن يتهور في التعامل مع الجهاز الفني أو الإداري، ياخد قرارات غلط، مندفع، متهور. ويمكن وأنا بقول الصفات دي حضرتك هيجي على بالك أسامي كثيرة جدا حتى من اللعيبة المحليين عندنا، طبعا مش هذكر الثاني. أيوة. لكن وحتى اللعيبة على المستوى، لا ده احنا في واقعة شهيرة جدا، مش عارف حضرتك يعني بتتابع بطولة كأس العالم، في واقعة اعتداء زيدان طبعا في مباراة نهائي كأس عالم. أيوة. طبعا دي وكلفت فرنسا خسارة البطولة، يعني واحدة من الحاجات اللي افتكرتها وحضرتك بتتكلم. مع ان زيدان شوف يعني طبعا لعيب موهوب وخبره كبيره وكابتن منتخب فرنسا، ويعني لعيب من اهم اللعيبه في جيله وفي تاريخ الكره كلها يعني. وعندنا لعيبه من مصر خرجوا اوروبا وراحوا وكانوا هيحترفوا، كانوا يعني على المستوى الكروي، في منهم اللي زي محمد صلاح ويمكن في حد يفوق كمان، بس للاسف الشديد التقلبات النفسيه والهشاشه النفسيه خلته ما يقدرش يكمل وبيرجع. فده بيشير الى انه ضروري ضروري انه يبقى في متخصص في الطب النفسي. أيوة. يبقى ده الطبيب النفسي بتاع الفريق. وانا اعتقد انه طب خليني اسالك سؤال، مصر عندهم هذا خليني اسالك سؤال يخص النادي الاهلي تحديدا او لاعب النادي الاهلي يا دكتور محمد. يعني لاعب النادي الاهلي بيتعرض لضغوط كبيره جدا، ضغوط مرتبطه بقوه المنافسه، طبيعي جدا اي لاعب بيلعب على بطوله بيتحط تحت ضغط شديد جدا لانه هدفه الاساسي انه يوصل لمنصه التتويج، بيتحط تحت ضغط جماهيري عنيف جدا بما انه الاهلي صاحب اكبر شعبيه على مستوى مصر وافريقيا والوطن العربي، واحد من اكبر الانديه شعبيه على مستوى العالم، فالضغط الجماهيري ايضا عامل مؤثر. في الثلاث مواسم الاخيره كان في تلاحم مواسم، حضرتك تقدر تعتبره موسم طويل جدا ممتد استمر فيه الضغط ده لفترات طويله جدا، تاثير ده ايه وقدره اللاعب عموما على تحمل الانواع دي من الضغط ممكن تبقى قد ايه في الطبيعي يعني؟ شوف حضرتك اللاعب بيحتاج ضروري يعمل ريكفري بدني ونفسي. ايوه. فلو انت عندك مواسم متواصله وتدريب متواصل وشاق فده بيعمل اجهاد بدني ونفسي، فبالتالي يبقى اللاعب كويس قوي بس مش هيقدر يأدي كويس لأنه مجهد، عايز يتعافى من المباريات المتتالية دي، ياخد فترة استرخاء وراحة. الحاجة الثانية انه بقى محتاج انه يعني ياخد فترة نوم كويس. أيوة. لما بيكون في مسابقات متتالية او في مباريات
تنافسيه متتاليه بيضطرب النوم بتاع اللاعب، ولما النوم بيضطرب بتبقى اعصابه مشدوده ويبقى تحكمه في الكوره بيبقى صعب، تعاملاته في الملعب مع الحكم او مع زمايله بتبقى يعني مضطربه وملخبطه. فضروري نبقى حاطين في الحسبان الـ 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 الوقت المناسب ما بين المباريات المختلفه، وده يعني اللجان المنظمه تحط ده في الحسبان، ودي ليها حسابات على فكره. معروف هو يحتاج الريكفري ده البدني قد ايه والنفسي قد ايه وينام كام ساعه، وبعدين في حاجه كمان مأثرة الوقت على اللعيبه. طيب سؤال اخير في الجزئيه دي يا دكتور محمد، يعني في قاعده بتقول انه النفسي يؤثر على البدني، بمعنى انه اذا كان الشخص ممكن بيعاني من بعض الامراض النفسيه من ممكن انه ده يأثر على صحه الجسد نفسه ويصاب ببعض الامراض نتيجه الاعتلال النفسي انجاز التعبير، يعني ده ممكن يترجم ازاي على الرياضيين كمان؟ احنا عندنا حاجه اسمها الاضطرابات النفسي جسديه. ايوه. وده يعني قطاع كبير في الاضطرابات النفسيه، انه يكون اللاعب مضطرب فتلاقيه المعده تعبانه والقولون عصبي، وتلاقيه العضله تتشد من مجهود قليل، وتلاقيه التناسق البصري العضلي العصبي مضطرب، فتلاقي الكره جايه له وهو لاعب معروف بانه حريف ولاعب موهوب، تلاقيه شاطها في حته بعيد خالص وانت تبقى مستغرب يعني ازاي ده انت قدام الجون يعني لو بس لمستها هتدخل، او يجي في ضربه جزاء ويشوطها في مكان بعيد، وده يعني اتدرب على ضربات الجزاء يعني مرات عديده. ايوه. وبتحصل حتى من 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 لعيبه سوبر ستار وفي مسابقات حساسه جدا كتير جدا، ده بيبقى اما انه ما نامش كويس، ما خدش فترات راحه كويس. الحاجه كمان اللي بتاثر دلوقتي واتمنى انه في الملاعب يعني يعملوا لها حساب، الموبايل، لان الموبايل دلوقتي بيخلي اللاعب ما اعرفش هم بيتساب معاهم الموبايلات ولا لا، ده سبب من اسباب التوتر، لانه ممكن يقعد يكلم ناس بالموبايل، وحتى لو هو في المعسكر والموبايل معاه كانه بيتعامل مع العالم الخارجي. طبعا طبعا يبقى الموبايلات دي بتسحب. طبعا. وفي جزء اعتقد كمان مرتبط بطبيعه المنافسه والمواجهه، يعني في اوقات كتير جدا مثلا بيبقى في ضغط نفسي او استفزاز نفسي انجاز التعبير من بعض مدارس الكرويه، يعني بنشوف ده كتير في بعض الفرق او المنتخبات خصوصا اللي بنقابلها او الفرق اللي بنلعب معاها، بنشوف ضغط جماهيري بيحاول يخرج اللعيبه عن تركيزهم، بنشوف ده في افريقيا وبنشوف ده في شمال افريقيا، يعني اعتقد برضو الطب النفسي هنا بيكون ليه دور في التاهيل والتعامل مع كل مواجهه على حده على حسب طبيعه المنافس اللي احنا رايحين نلعب معاه. وده حصل مع محمد صلاح لما كان بيلعب في بطوله كاس افريقيا، والجمهور يعني عمل حاجات كتير تستفزه رغم ان الجمهور بيحب محمد صلاح. أيوه. يعني الجمهور عندهم كانوا بيبقوا عايزين يتصوروا مع محمد صلاح، ويعني هو اهم واحد في الناس اللي على ارض الملعب بالنسبه لهم، ولكن يبدو ان هو برضه يعني هل ده كان مقصود ولا مش مقصود؟ لا ده كان ممنهج يا دكتور محمد. صحيح. أيوه. ومضايقته يرمي عليه ازازه ميه مش عارف ايه، يسلط الليزر في عينيه، برضه مهما كان نجم لكن هو في الاخر بشر بيتاثر. ضروري يبقى في الجهاز الطبي او حضرتك ترى يعني تقول انه ضروري انه الاجهزه الفنيه او الاجهزه الرياضيه او المدير الفني يبقى معاه عنصر متخصص في الطب النفسي، ده هيساعده بشكل كبير جدا على زي ما في جهاز طبي بيتعامل مع الاصابات وبيتعامل مع الاستشفاء والتاهيل، يبقى في طبيب نفسي موجود مع الفريق يقدر يتعامل او يجهز السكواد للمواقف اللي من النوع ده. ده ضروري يبقى. صحيح. هو قاعد بيشوف التدريب والمباريات ويشوف اللاعب الفلاني ده كان مهزوز، اللاعب الفلاني كان مضطرب، اللاعب الفلاني ما كانش في الفورمه، ويقعد معاه حتى بعد المباريات ما تخلص ويشوف اخباره ايه واحواله ايه واحواله حتى النفسيه ايه والجسديه والاسريه والحاجات دي، ده هيفرق كتير قوي 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 في الاداء بتاع الفرقه. صحيح. ده فيما يتعلق بالفرق، لكن فيما يتعلق بالجماهير يا دكتور محمد لو سمحت لي يبقى ليا معاك مداخله ثانيه نتكلم فيها عن سيكولوجيه الجماهير وايه اللي اختلف في الجيل الحالي
عن الاجيال بتاعه زمان، ايه اللي اختلف بعد ما الجماهير ما بقتش بتوصل للمدرج وبقت عايشه في عالم افتراضي على السوشيال ميديا، ثقافه التحفيل وتاثيرها، وماذا لو استمرت الامور على هذا المنوال؟ لو تسمح لي يبقى لينا مداخله ثانيه نتكلم فيها عن الموضوع ده، اكون شاكر جدا لحضرتك. ان شاء الله. سعدت جدا بدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، وان شاء